العلامة عبد الرحمن بن خلدون الذي يعد من أهم العقول التي أنجبتها الحضارة العربية الإسلامية، والذي يحظى بمكانة علمية مرموقة ينسب إليه علم الاجتماع وتفرده بقراءة التاريخ وصياغة نظريات تفسر مساره، مستلهما إياها من مساره وعيشه متنقلا بين عدد من البلاد، وما تزال نظرياته تدرس في زماننا ويحلل بها واقعنا إلى اليوم. وهو من بين العلماء الذين تنبهوا إلى فوائد الغبار، فقال: إن الأرض بعد تقلب الفصول من فصل إلى فصل تبدأ بلفظ أمراض وحشرات لو تركت لأهلكت العالم، فيرسل الله الغبار فتقوم هذه الأتربة والغبار بقتلها. فالأرض بعد الرطوبة تلفظ الكثير من الأمراض خلال فصل الشتاء، فلا يقتلها ويبيدها إلا الغبار. ويعتبر الغبار بالرغم من أنه ظاهرة مزعجة هو الخط الدفاعي الأول للإنسان ضد الكائنات الحية من حشرات وميكروبات تضر به أو تسبب له الإزعاج. ويتراوح حجم حبة الغبار حسب حجم الحشرة، فبعضها ذات حجم صغير يدخل في عيون الحشرات أو يدخل في أنوفها وفي جوفها وفي آذانها حتى تميتها، فالحشرات لا يقتلها ويبيدها إلا الغبار. كل شيء له فوائد ونحن لا ندرك شيئا. وأخيرا سنختم بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.